اسالك برضو في جزئيه مهمه، في الدوري المصري مين اللعيبه اللي انت تشوفهم في نص الملعب يملوا عينك؟ يعني دي لعبه نص ملعب في جامده. لعيبه كتير بصراحه، يعني انا بحب الكارتي، بحب امام عاشور طبعا، لعيب كبير في المكان ده تفتكر يفرق مع الاهلي؟ اكيد طبعا، لعيب كبير جدا جدا جدا، وما والله فيش حد يقدر يختلف عليه، لعيب كبير، اللعيب كويس بيفرض نفسه بنفسه. بيفرض نفسه. اي نعم، ممكن انا كنت زعلان شويه ان هو راجع من الاحتراف، بس ما يمنعش ان هو يفرق معايا فرق كامكانياته وقدراته انا افتكرتك تقول انا زعلت ان هو جه لان ده وقف مفاوضات الاهلي. خالص. لا 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 خالص، ده ما لهاش علاقه، ده رزق ونصيب واللي ربنا بيشوفه، فاهم؟ ما لهاش علاقه، زي ما قلت لك، انا شايف ان دي، يعني دي حتى لو امام مع اي لاعب موجود في اي نادي، ده شايف ان امكانيات مثلا رضا ان ممكن العب، يعني العب في النادي، ما العبش تلعب. ليه؟ طبعا ليه مثلا احط مثلا، بس هو اكدب مثلا اقول ان امام لعيب، لا لعيب كبير، ما اقدرش اقول عكس كده، لو قلت عكس كده يبقى انا بقى منافق مثلا او كذاب، ماشي لان الناس كلها عارفه ان هو لعيب كويس. ماشي. يبقى انت احنا بتقول امام وقلت مين تاني في والكارتي. كارتي لعيب كبير طبعا، وفي نص الملعب في مهند لعيب كبير، في نيدفيد لعيب كبير قوي قوي قوي، كريم نيدفيد ده لعيب كبير تفتكر جدا هيفرق مع رجوعه للنادي الاهلي؟ طبعا، عنده كتير حاجات مميزه وعنده حاجات مختلفه كتير، ايه بقى؟ في طبعا صابر لعيب كويس، في شحاته بتاع الجيش لعيب كويس، في غنام لعيب كبير، في ناس كتير في وسط الملعب لعيبه كويسه، يعني في لعيبه صغيره كتير كويسه، بس وفي فعلا الألفة بالنسبة لك مين؟ رقم واحد بالنسبة لك مين؟ رقم واحد، هما اتنين مع بعض بصراحه، مين؟ هو امام و امام والكارتي، إمام دول والكارت. اكتر اتنين موجودين في تمانية دول اللي أكتر هم اتنين. بالنسبه لي لعيبه كبيره. طب الناس لما كانت بتيجي تقارن، وأكيد أنت بتسمع وشفت المقارنات ديت، بتقارن إنه لما خرج حمدي فتحي رضا بوبو لعيب نص ملعب جامد، بس هو مش نفس الستايل بتاع حمدي فتحي. أنت إيه رأيك في المقارنة اللي من النوعية هو ديت؟ ممكن هو حمدي اقوى دفاعيا، ده حقيقه، فممكن هما، انا عكس ممكن حمدي فتحي في ايه، انا كابتن علي كنت بلعب مع وينج ليفت وينج رايت، كنت بلعب مع 10 ولعبت مع 8 ولعبت مع 6، فانا لعبت في الاماكن دي كلها، فانا بقدر العب في اكتر من مكان في الاماكن دي. ممكن حمدي فتحي هو اصلا كان بيلعب 6، وكان بيلعب 6 في الستايل الليبرو مع برافو روسلمان، عليك. فهو اصلا عنده، فاهم؟ فهو في ستايل وانا في ستايل تاني خالص شكلين مختلفين، يعني عايز طبعا. تقول شكلين مختلفين. طبعا طيب خلينا بقى اخدك لمرحله بقى تانية، هي المرحله اللي جايه ان شاء الله باذن الله. بتفكر فيها ازاي؟ يعني انت قطعت مشوار كبير مع فيوتشر، وعارف ان في مفاوضات من اكتر من نادي، ربنا يكتب لك التوفيق. انا عارف، بس طبعا انا مش عارف، ربنا يكتب لك التوفيق ان شاء الله باذن الله. اهم ما يكون اصعب ليه؟ طب انا مفرد بالخبر. طيب طبعا طبعا، لا لا ربنا يوفقك، اهم ما يكون ان شاء الله باذن الله اللي جاي.